انت لو جبتي مكعب تلج ومشيتيه على وشك لا المكعب بيفرق. التلجي بيقفل المسام، يعني احنا بنعمله، بس احنا مش عندنا بنجيبش مكعبات، احنا بنجيب قناع بنتلجه بيبقى زي التلج، في حبيبات لا بتبقى تلج. وحلو يعني اه ده شكله كويس حلو. جدا بيقفل المسام، لان احنا طبيعي ان احنا لما بنعمل الجلسه بنفتح المسام كلها، فاحنا عايزين نقفل. عايزين بقى طبعا بنشرب الاول البشره كولاجين مفيد للبشره، جدا. ايوه مفيد جدا بطريقه يعني رهيبه، وبيأخر طبعا التجاعيد والحاجات دي. كل اه حاجة فوبعد كده بيحطنا في بنقفل الأمن. بالتلج، بعد في اخر الجلسه بنقفل بالتلج.